لسه عطلان في درس الحملة الفرنسية؟ احنا في نفهم هنكمل لك باقي القصة ببساطة وفي كام دقيقة بس. النهاردة هنتكلم عن جزء الحملة الفرنسية على الشام وموقعة ابو قير البرية والبحرية، ولو ما شفتش الجزء الاول من الدرس هنسيب لك اللينك في وصف الفيديو عشان يساعدك اكتر. موقعة ابو قير البحرية، الاسطول الانجليزي سنة 1798 كان قاعد يدور ورا الحملة الفرنسية وبيحاول يوصل هم هيروحوا فين، لحد ما الاسطول الانجليزي بقيادة نيلسون لقى سفن الحملة الفرنسية واقفة في أبو قير، وبدأت المعركة بين الأسطول الإنجليزي والفرنسي. وكانت نتيجة المعركة دي إن اتحطم الأسطول الفرنسي، الأسطول الإنجليزي حاصر سواحل مصر الشمالية، وده أدى لنهاية أمال فرنسا على إنها تسيطر على البحر المتوسط. وكمان الحملة حست إنها خلاص اتحاصرت في مصر، فبالتالي اتحرمت الحملة من أي إمدادات كانت ممكن تجيلها من فرنسا. وأخيرا التجارة الخارجية وقفت في مصر، وبسبب المعركة دي الحملة فرضت كتير من الضرائب على الشعب المصري زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. أما بقى عن الحملة الفرنسية على الشام، فحصلت سنة 1799، حصل تعاون بين الدولة العثمانية وإنجلترا وروسيا، وأدى عن التعاون ده حملتين، واحدة برية وواحدة بحرية، وده عشان يحاولوا يخرجوا الفرنسيين من مصر. نابليون طبعا ما كانش هيستنى أنهم يوصلوا لمصر، وقرر أنه يقابل حملتهم البرية في الشام ويقضي عليهم، وفي طريقه احتل العريش وغزة ويافا. لكن في يافا حصلت مذبحة يافا البشرية، وتسمت كده بسبب ان نابليون قتل جنود المدينة كلها برغم استسلامهم ليه. وبسبب مذبحة يافا اتشجع اهالي عكا المدينة اللي كان جاي عليها الدور، وقالوا ان مهما حصل عمرنا ما هنسمح بدخول الحملة الفرنسية، وإلا هيحصل فينا زي ما حصل في يافا. وده كان بقيادة احمد باشا الجزار وبمساعدة برضو الاسطول الانجليزي ليهم، عشان كده نابليون وجنوده فضلوا محاصرينها كتير وفشلوا في دخولها تماما. فبالتالي فشلت الحملة الفرنسية على الشام، موقعة أبو قير البرية. ونابليون بقى رجع على القاهرة تاني، عرف إن الحملة البرية وصلت أبو قير، فراح مقابلهم هو وجنوده، وحصلت موقعة أبو قير البرية، وكانت في اسكندرية ما بين الجنود الفرنسيين والعثمانيين، وكانت النتيجة هزيمة العثمانيين. وبس كده يكون درس الحملة الفرنسية خلص. اعمل لنا سبسكرايب عشان تتابع حلقاتنا القصيرة اللي هتساعدك في المذاكرة، وكمان اكتب لنا في التعليقات تحب نشرح دروس ايه تاني، وما تنساش كمان تعمل لنا فولو على فيسبوك وإنستغرام.